كلمة راعي حفلنا صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز الرئيس الفخري لهذه الجمعية المباركة يلقيها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الأخ الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة الجمعية. سعادة الأخ الأستاذ عبد الله ابن أحمد الطاوي مدير عام الشؤون الاجتماعية فرع منطقة مكة المكرمة، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبتدأ أقدم اعتذار سيدي الوالد صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز لكم جميعا في ظرف طارئ وعكة صحية بسيطة من أسبوع، وفضل الدكاترة أنه يرتاح، لأن كلمة ظرف طارئ بعض المرات تستخدم دائما وبدون معنى، ولكن فعلا هذا هو السبب. To the ladies that have come and doctors from the United States and the gentlemen, Prince Talal extends his apologies. He would have liked to been here and to join this حفل. I forgot the translation in English, sorry. And he had a little medical issue a week ago, and the doctors asked that he rest. أنا في مقام هنا مكان الوالد لإلقاء الكلمة، وهو شرف وعز لي، ولكن عز الله أني لن أكون في مقام الوالد نفسه، وصعوبة جدا للتوصل لقدوتنا وعزنا وفخرنا والدي. I think you have the translation. I would love to be, he is our idol and he is our example. I'm here to, on his behalf, to for this word and this organization, but I will never be like him and what he does with his white hands. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن الابتلاء لا يطلب أصلا، ولكن إذا ابتلي الشخص حمد ربه وشكر، ولكن ابتلاء الأعضاء ولا ابتلاء القلوب وعمل قلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بكم في هذا الحفل المبارك بإذن الله، والذي نحتفل فيه بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس هذه الجمعية الرائدة في مجالها، وذلك امتداداً لاهتمام الدولة باتباع نهج الملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه، الذي كان أول من وضع لبنات العناية بتنمية الإنسان ورعاية من يحتاجون لدعم إضافي، ومنهم إخواننا من ذوي الإعاقة البصرية. وفي عهد الرجل المصلح الملك عبد الله بن عبد العزيز حظيت الجمعيات التي تعني بذوي الاحتياجات الخاصة بالاهتمام الذي يليق بها دعماً ورعاية. ومن جانبنا فقد تبنينا منذ أكثر من 10 سنوات فكرة تأسيس هذه الجمعية من منطلق اهتمامنا بنشاطها الريادي المتميز في مجالها، حيث وضعناها ضمن أولويات برنامج الخليج العربي للتنمية منذ وقت مبكر. ومن حسن الطالع أن هيئ الله لهذه الجمعية رجالاً ونساءً من المؤمنين بخدمة المجتمع تطوعاً، وعلى رأسهم معالي الأخ الدكتور أحمد محمد علي. طبعاً إذا كنت أنا بلقي الكلمة بقول الوالد الدكتور أحمد محمد علي.
والأخوة والأخوات أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومنسوبيها الذين أفضت جهودهم المخلصة إلى شعار هذا الحفل وهو 10 سنوات من العطاء والريادة. الأخوة والأخوات، لقد شهدت الجمعية على مدى 10 سنوات الماضية تطوراً ونمواً ملحوظاً ساهم في نجاحها وانتشار أعمالها وأنشطتها داخل وخارج المملكة، وذلك بفضل الله والحمد لله سبحانه وتعالى، ثم الدعم الذي تتلقاه من الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية. وتلك الكوكبة الخيرة من رجالات هذا المجتمع الذين قدموا خدمات جليلة لمقاومة الإعاقة البصرية ولطب العيون، وخص بالذكر الابن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، طبعا الأخ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، الذي بذل جهودا كبيرة للحد من العمى الممكن تفاديه محليا ودوليا. وفي هذا السياق أود أن أشيد بالدور الذي تقوم به المنظمات التنموية المحلية والإقليمية في دعم مثل هذه الجمعيات وغيرها من المشاريع الإنسانية، وكذلك الأخوة المخلصون من المجتمع المدني ورجال الأعمال السعوديين الذين ساهموا بسخاء في دعم الجمعية لتقديم أفضل الخدمات، وفي مقدمتهم الأخ الدكتور عاكف أمين المغربي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي احتضنت مؤسساته الطبية الجمعية منذ نشأتها وما زال يساهم في دعم أنشطتها. الأخوة والأخوات، إن النجاح الذي حققته الجمعية سيلقى على عاتقها مسؤولية توسيع نطاق خدماتها لتصل لشريحة أكبر من المستفيدين مع تعزيز تدريب الكوادر البشرية، وسيتطلب ذلك مواكبة الجهود العالمية للحد من ضعف البصر والعمى الممكن تفاديه لوقاية شريحة كبيرة من المواطنين من هذه الإعاقة الخطيرة بإذن الله. وسيتطلب ذلك تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص بالتضافر مع أجهزة الدولة المعنية كل في مجال تخصصه. ومن الأهمية أن نأخذ بعين الاعتبار أن العامل الاقتصادي محور أساسي لاستدامة الحلول لقضايا المعاقين عموماً، بالتركيز على تخفيف حدة الفقر في أواسطهم. ولهذا فقد باركنا فكرة قرية إبصار الخيرية التي ستضم ضمن مرافقها أول مصنع يقوم بتشغيله مكفوفون، وأكاديمية للتدريب الوظيفي ضمن منظومة شاملة لخدمات متكاملة، ونتطلع بعون الله سبحانه وتعالى ثم بالتعاون والجهد والعمل الدؤوب أن نراها حقيقة على الأرض. فجميع المشروعات الرائدة بدأت نبتة صغيرة لاقت العناية والرعاية من الجميع حتى نمت وترعرعت. وفي الختام لا يسعني إلا أن أسجل شكري لحكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله، على ما توليه من اهتمام ورعاية لكافة الخدمات الإنسانية التي جعلت المملكة نموذجاً رائداً للإنسانية. والشكر موصول لكم جميعاً وللقائمين على هذا الحفل المميز والمشرف، وللمؤسسات والشركات الراعية له، بالإضافة إلى كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة التي ساهمت في دعم جمعية إبصار على مدى السنوات العشر للتوعية والتثقيف بأهمية دورها في العناية بالإعاقة البصرية. ونتطلع على استمرارية هذا الجهد والدعم بإذن الله، متمنين للجميع التوفيق والسداد في الأمر كله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سمحتوا لي ودي أضيف الوالد الله يطول في عمره، وأنتم
بعضكم أعلم بها مني من ناحية السن، لا يقبل أن يقال أن نتبرع بهذا أو أن يكرم بهذا، وهذه طريقة وأسلوب الزهد والورع والأخلاق الكريمة التي يتبعها. ولكن نظراً أنه وكلني في الكلمة فلي الحق أن أذكر ذلك بأنه شخصياً منذ 10 سنوات كما تعلمون فهو من الداعمين الأساسيين معنوياً ومادياً. طبعاً هذا حدي، لن أذكر الرقم لأن أخاف من العصا اللي رجعت الرياض. فهو من الداعمين الأساسيين غير البرنامج الخليج العربي، ولا يقبل طبعاً تكريم أو ذلك. ومن الحق أن أذكر هذا على والدي، لأن عدم ذكر هذا هو الآية الكريمة معناها سرنا وعلانية، وعلانية بالمقصد أن تجذب الناس لاقتداء به وغيره. فبغيت فقط باللغة العامية أنه أزود هالكلمتين، ومع ذلك لن نسلم العصا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما أدعو معالي الدكتور أحمد محمد علي لينضم إلى سمو الأمير لتكريم المكرمين.